أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل لو كان لي دين على شخص مقسط، هل يجوز أن أقول له ادفع لي 3/4 الدين الآن وأضع عنك باقيه؟ هذه مسألة ضع وتعجل، مسألة ضع وتعجل، العلماء مختلفون فيها. الجمهور على أنها لا تجوز، لأن بيع نقود بنقود، بيع نقود مؤجلة بنقود حال لها أقل منها فلا تجوز، تدخل في مسمى الربا. والإمام ابن القيم وجماعة يقولون: لا، هذا ما هو من، هذا ما هو من الربا، هذا تنازل، هذا تنازل من صاحب الحق، تخفيض من صاحب الدين، فليس فيه ربا، ولا هو بيع نقود بنقود، إنما هو تنازل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يجلي بني النضير من المدينة وكان لهم ديون على الناس، قال لهم: ضعوا وتعجلوا. هذا يجوز، اختيار ابن القيم أنه يجوز، لأنه ليس من بيع النقود بالنقود، وإنما من باب تنازل عن بعض المبلغ لأجل تعجيله فقط. نعم.